إخوان، السلام عليكم ورحمة الله. دابا غادي نبداو لكم بالنشرة، النشرة اليومية تاع الاغتصابات اللي تكون في المغرب. طنجة 4، فاس 3، الدار البيضاء 7، مراكش كلها، أكادير 16، العيون ما تعرفوهاش. فلهذا دابا هادشي جاربي العمل، العمل دابا مبقيناش دابا وحلين مع هذا، دابا وحلين مع الفاسدين الغصابة، فهمتي؟ هادو البرلمانيين ولا الوزراء، هادو اللي تي دابا اش ولي يديرو، دابا ولي تيعملو اللي تيغتصبو وتيمشيو لفرنسا. وواحد قال لي نهار دخل المغرب غادي تلقى سميتك في الحدود. ايوا اليوتيوبر يلقى سميته في الحدود، والغصاب برلماني ولا رئيس مجلس ديال البلدي، ما هذاك ما يديروش ليه اسمه في المطار، يديروا غير اليوتيوبر. شتي سمعتي دابا شنو دابا؟ ولا قال لك هرب لفرنسا. ايوا الى هرب لفرنسا اسيدي، ما علينا دابا، غنطلبوا الاخوان هادو لي زاكتيفيست اللي كاينين في فرنسا، المغاربه المغاربه، فهمتي؟ نوضو ديال فرنسا، الا عندكم شي تصويره ديالو راه قالك هو، قالوا لي ديك اسم ديك القريه، ما ديال اي الطيب ولا ماعرفش ديال مو هذيك، رشيد في جماعه اولاد الطيب، جماعه قالك شي 16 كيلومتر خارج على فاس. ايوا هذا رشيد الفايق. دابا بين الاخوان عندكم شي تصويره ديالو صيفطوها لينا ولا للناس اللي في فرنسا، الناس اللي في فرنسا اللي كتبوا لي شي ناس من فرنسا قال لك تعرفوه داك الشيء، ولا بلا كنتو تعرفوه، ورا التصويره ديالو حطوها في في التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي لاش يصلح بحال هذا؟ هذا نديروا ليه هذا، قولي دابا راه عندنا واحد ثاني راه مشى المجرد، دابا جا هذا الفايق، كتبوه في فرنسا يديروها بديك اللغه، بديك اللغه ديال بالي العام، كتبوها بديك اللغه ديال ما عرفتش نكتب عليه، فهمتي؟ ونطلقوا به الدعايه، فهمتي؟ اذا كان هو عنده النفوذ باش يخرج من المغرب، حتى حنايا اليوتيوب ديال العالم ولا ديال فرنسا ديال بالي فرونسي، يلا هادي لوكازيون، ولا لكاع دوك الناس اللي اكتيف في سناب شات وفيسبوك وهذا، حطوا سميتو حطوا التصوير ديالو، قول لهم هذا تيقلبوا عليه، this guy he's wanted by the، واش نقول شو ما نقول بان راه البوليس ديال المغرب يدخل المغرب غادي يديروا لهم علينا الدريه، بعد ايش ضغطوا عليها اش جا دار ميطا باش جا يمشي يجي القحبه، اش دك عندي هذا، ما عرفتيش شكون هو هذاك، هذاك راه سيدك
ايوا قال انت دابا تتحمي فيه وهذا هذا هذا ولا ما بغيتش ندير ماك تنتاز لي غادي نديرو لك وغادي نديرو لك هذا هذه هذه اللغه ديال الجدارميه ماشي اللي قلتها قال هذاك اللي في الميريكان انا ما عندي ما نعرف لا الجدارميه لا والو انا بالك هنايا داخل السوق راسي فقال لي واحد انت غبك تتشرب وتتخربق هو احنا قلنا لكم يا الاخوان انا بعد معكم صريح ودابا في هذه الايامات الاخيره غنولي فوت الصراحه لان دابا هادو الفيديوهات ديالي كاين هادو الفيديو دائما اللي تحبسوا راكم تشوفوا واحد داخل واحد خارج بحال اللي قالت لكم ولاد زيان داك الكير انا ودابا دابا والو دابا كنت دابا تقريبا 3000 4000 فيو تمشي ليا في النهار تبقى لي غير 1000 دابا داروا لي اليوتيوب ولا كل واحد القحاب اللي خدامين في اليوتيوب ديروا لي القحاب الحق دابا الفيديو تيحبسوهم تيحبسوهم وتنبدل لهم السمية وتنصيفطهم عاود تاني هما الفيديو ما يتحبسوش غير المونيتيزاسيون فهمتي هذا هو اللي كاين اما الفيديو ديالي راه ما من ناحية شي ديال الجايد لاين راه غادي في الطريق المستقيم راه شوك على الطريق المستقيم فهمتي لعب دابا تشوف دابا ما عليناش دابا ديك الدرية ديك الدرية اللي في ديك القرية ديال جماعة أولاد الطيب قال لك تغدو عليها البوليس ودابا راه قالت لك غادي تنتازل ولكن هادشي بدا الفهمش التنازل حيدو دير ما التنازل الشهادة الطبية ما كاينش التنازل ما كاين التنازل لا والو ولا ديك خوتنا احنا كاع مسلمين احنا ماشي فقير مسلمين انتوما مسلمين المنافقين وحنا المسلمين الاحرار فهمتي هذيك اخونا مسلم احنا مسلمين الديانه الديانه معلوم الديانه ديالنا الديانه ماشي التماسح ولا التسامح ما كاين لا ديانه لا والو راح تقولوا لك الديانه اللي تشجع فيها ديك اللي تيغتصب عباد الله الدراري الصغار بحال اليوم ديك طنجه قال لك فقيه شوف هذا فقيه هذا ديال هذا اسمهم علاش يقولوا لهم هادو هاد العداله والتنميه هادو هاد الاسلاميست هاد راه فقيه تيقرا القران اختصم اربع الدريات هما شدوه قالك شدوه الجدرميه هو كيبغي دوك ديال الاحسان وشي عندهم الناس ديالهم في البوليس لان ديك طنجه عامره غير بالبوليس ديال داعش فهمتي غادي يضغطوا عليهم وغادي يقولوا ها هو اربع الدراري وعادنا الدريه اخرى عندها 17 عام قال لهم كان يغتصب فيا ملي كنت صغيره وتكلمت حتى هي هو كي دابا شنو يديروا لهم البوليس حيت طنجه بقى فيها البوليس ما فيهاش الجدرميه غير يضغطوا عليه مره ثانيه ولا ماشي جادر بالله الا حتى هما خارج في واحد المدينه اسم ديك المدينه واحد الجماعه جماعه ملوسه جماعه ملوسه اربعه البنات العمر ديالهم بين 5 سنين 7 سنين في جماعه ملوسه نواحي ديال طنجه وهذا راه قاعد عنده 45 عام في عمره هذا انا فقير ولد القحبه ماشي فقيه قاعد يقول فقه كل مولد القحاب كلهم ما كاين 7% ولا دخل دير مهم دخلهم دخل دير مهم هذو قاعدين تيغتصبوا الدراري وصافي والو حتى هو القحاب ما كاين 7% ولا 10% هاي دير مهم دخلهم يلاه يرحم بك اللائحه حطهم فوق مول الطاكسيات والاطباء شوف اسيدي انت تشوف هادشي هذا هادي وده هادي هادي دابا في طنجة في الدار البيضاني وفي الدار البيضاني كاين يوم واحد مراكش ثاني اللي ثاني راه كاين شي حاجة الاغتصاب في مراكش ثاني ايوا دابا تتوحد مع البوليس تيقول لي سير 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 استر شرفك سير استر حالك ولا لا فهمتي وصافي غادي غنبقوا عليهم ما تيبغيوش يبينوهم لان دابا كاين هذاك الراكب بحال في الانجليز هو هذا تشيرش اوف انجلاند نادو حطمهم شكون حطمهم الصحافه بقى يشوهوا فيهم حتى هذا حتى اليهود داروها شي اليهود هما هذوك مولين يديروا هذو حتى هما تشوهوا راه شوهوهم اليهود الصحافه اليهوديه شوهات هما نقولوا الفقهاء ديالهم غابي خما هما عندهم هادشي ديال هادشي ديال اسمه ديال البيدوفيليا والاغتصاب كيخطبوا دابا راه عليه حنا راه ولاد العم يهودي والمغربي حنا ولاد العم حنا جينا من فاك الطبقه ديال الحقره فهمتي انا نقول لك فهمتي سمعتي العم قال لهم واحد اليهودي في واحد الانترفيو قال لهم هاد العرب اللي باش يحشموا غادي نحرشوا عليهم داعش ونخربوا ديالهم ناخذوا لهم فلوسهم اللي عندهم في اوروبا ولا في العالم ناخذوهم لهم هادو غما يمشيو معنا في الطريق اللي باغين حنايا ولا ما بغاش نديرو نخربوا ليهم بلادهم وناخذوا لهم فلوسهم ايوا كيما داروا العراق وكاين العراق شكون الاخوه ولاد القحاب العراقيين هما اللي باعوا بلادهم بحال دابا عندنا في المغرب المغاربه هما اللي غادي يبيعوا المغرب
والقحاب المغاربه المغاربه اه بني عمك ما يقولش لي بني عم بعد من الله يرحمه بقى نكرك بدي دي بني عمك عال هذوك ولا القحاب هذوك اللي في الحكومه هذوك اللي تيديروا تيبوسوا ايد السلطان هذوك ولا القحاب هذوك هما اللي غادي يبيعوا المغرب وغادي يخربوا المغرب فهمتي راه ما تعرفوا هو كيف القحاب غادي يخربوا المغرب وغدا بعد غدا غادي يبقوا ديما مليوحين في الدول باكين تما تيلعبوا الضامه ولا لا كيما العراقيين وكيما السوريين وكيما المصريين ها ما دير مهم هنايا هادي غير لندن سير اجبر تشوفهم دير مهم مغوفلين هذا مسخين وباكي تما على الشيشه وتجي تسناو في الحكم كاع فلوسهم مشاو في الكازينو نقول لك ها المغاربه بحال هاد ولد القحبه هذا اقول ولد القحبه هذا رشيد الفايق راه ولد القحبه ولد عاهر هذا اللي ولكن المخزن ما دار ليه والو خلاه خرج من المغرب دابا كان يمشي برد الحركه وعاد يرجع بما يضغطوا على الدريه وتعمل لك التنازل وتا حاجه ما وقعت فهمتي راه مشتي دابا هذا علاش اسيدي خصنا ليطا ما تسمحش ليه الا بغات تسمح البنت الله يعمرها الله يعمرها سير الله يرحمك ولكن الدوله ما تسمحش ولكن دابا بين المغاربه اللي في فرنسا الاخوان المغاربه الناس اللي تشوفوا فينا ولا تشوفوا في شي واحد اخر ملي نوضوا نديروا حمله هذوك العيالات اللي تخرجوا معاها اسم لك في الحبس ماشي اسمو الزروالي هادو كي تيخرجوا مع الزروالي و تيخرجوا مع المديمي ايوا دابا كنتوما نتوما غير عيالات نوضوا حاميو على اختكم في المغرب اللي تكنفس عليها واحد من القحبه من المخزن راه عندكم فرنسا دابا راه هربان لفرنسا راه ما عندي مو في فرنسا وقع لها الفيزا شي اللي يطلع عندك تيجيني يهربوا تما البيك ما كيديروا في جبال تما فهمتي ولا ريافه فهمتي ها انتم ها المغربيات المغربي نقول المغربيات المغربيات اذا كانوا شي مغربيات فهمتي قالوا تيخرجوا غير من بحال هكا فهمتي اخويا اهلا وسهلا هذا دابا سيروا شبهوا بهذه شبهوا بهذا ها يا لوك المغاربه اليوتيوب هذاك قلبوا لي على الصوره ديالو قلبوا انت ما عنديش صوره كون عندي صوره كون نعملها ندير انا كسمو المصور يخرج يدو في واحد الغار ويجي يخربق يخرجك التصوير هذاك واش باقي هذاك راه كنحدا السفاره الامريكانيه عرفتي ديك بولفارد مولاي يوسف تكون في الوسط كاين واحد يدير واحد السروال واحد الطرف ديال السروال وتيخشي في يديه وتيصورك تما تلقى بارك في الشمس قدامه مع شي ساعه وانت ما كتدي هذا هو بدي يخربق على خير تلقاك نور ملي تنوض تضربك الدوخه بالشمس واش داك المصور باقي تما باقي ها عرفتي فين مع الدخله قبل ما تلحق السفاره القنصليه الامريكانيه تما في الوسط داك تما تيكون باقي داك واحد عندك الصوره هذيك الا باقي انا ما عرفتش قصي الدراري ولا الدار البيضاء ما بقيتش فلا دابا دابا حلاش نتكلموا على هادو ايوا دابا بحال دابا هادو دابا انت دابا هادو شوف هادو ولاد القحاب هادو وزارة ديال التعليم هاد وزارة ديال داك امزازي ولاد القحاب كلهم واش عباد الله الدري الصغير خصو يقرا ياك الدري الصغير عنده 6 سنين لحق هادو 6 سنين خصو يدخل المدرسة مشات امو حدا في المغرب دابا يدخلوا المدرسة خصك تمشي للمقاطعة يقالوا زيك تمشي للكوميسيري يقالوا زيك تمشي للنيابة يقالوا زيك ايوا مشات دارت هادشي كاع هاد لي ديمارش دارتهم وناض داك المدير مشى لواحد المدرسة أخرى ماشي يقولوا لا قالوا ما عندناش البلاصه الدنيا عامره ورجعوا للنيابه من رجعوا للنيابه داك النيابه قال تكلم مع هذا قال سيري للمدرسه ديال المصلى هادشي في المحمديه هذيك المحمديه كون كانت عليا انايا كون على كلامي وداروا بكلاب كون نفرق على ديال الامه ما كان قال نتكلم على ديك المحمديه بحال ما عمرها ما كانت يا ولا اسفي ما عنياش فلهذا هذيك المدرسه ديال المصلى والقحبه المدير قال سيري عنده سيري عندك الاسم اللي يقولوا المندوب سيري على المندوب يقرا لك ولدك خرجوا من القسم قال لي اليوم ما كاينش المعلمه خرجوا بوحدو خرجوا الدري ما كاين باقي صغير خرج قدام المدرسه باش يتغتصب وبقى يتسنى موتا جات مو عاد هزات ولا المدير يدير هذاك النقاب من دوك اللي كان فو فايتين هذوك جينجا مدي هذيك دايره بها قالت لهم بغيت نقري ولدي وغنضرب على ولدي باش يقرا خرجوا قلت لي نهار الاربعاء ملي غتجي المعلمه اجو كاين المعلمه بالقحبه عامله مالادي مدي انا شي واحد في النيابه تنكحها تعمل مالادي تبقى هي ما تجيش والدري ما تيقراش فيها وجاي مشى نهار الاربعاء تاني خرجوا من الصف قال لي سي بحال تاني خرجوا الدري هذا
وعنده الورقه وعنده كل شيء مديه هذا. ولقى مالك المدير، المدير قال لك، قال لي لا سير، سيري عندك النيابه، داك النيابه قولي هو اللي يقريه. ايوا دابا المدير يكون كان عنده مدير تيبغي يخدم مزيان وتيبغي يخمم المصلحه ديال الدراري ديال كان هو يقري، ماشي حتى مدير ما دير والو. انت مدير لما جا شي استاذ انت تدخل وتديريجي لوسون درس، فهمتي؟ ايوا دري واحد ما قبلش يدي معاه هضرت، قال له سيري علاش هي حد مشات النيابه، النيابه النيابه والنيابه. قال له سير عيط لي شي واحد ما قال لا، قال له مين مشات عنده؟ قال لا. قال له سيري عنده علاش دابا هادشي؟ دابا الدري صغير اش هو ذنبو؟ اش هو ذنب الدري؟ بغى يقرا، الا قرا شي قرايه فهمتي، حنا غير نقولوا فهمتي، اللي حنا عندنا القانون اللي الدري ما مشاش المدرسه يديو تديك الكوميسي المحكمه. ولكن عندنا القانون في المغرب، ولكن ما كاين لا جاي يطبقوا لك القانون في المغرب، كلشي المغرب ماشي المحكمه. فهمتي؟ لان داك الوزير الحمار، الوزير الحمار عند المديرين تاهما حمير بحالو. هذاك الوزير امزازي وزير التعليم، ما كاين لا ساعدات الوزير، ماشي مشي قاو الزام لولده. فهمتي؟ انا نقول لك انا قلت لكم دابا ما نبقاش نحشم والو، والو ديال مو والو، هذا اليوتيوب ماشي قاو دابا ما عندي والو. البحر، البحر قلت لك، قلت لكم على الديك دابا عامين ونهار وانا في اليوتيوب، عامين ونهار راه احتفلنا البحر، سدينا البار وضربنا دينا، ما جاوش ناس غير الناس هذا باش ما يشوفوناش عباد الله، لان ممنوع، ممنوع التجمع، الامر ممنوع. احتفلنا بالذكرى ديالنا، الذكرى ديال العامين ديال اليوتيوب، عامين ماشي عامين، عامين عامين. هذا شوف دابا هذه في المحمديه ولا في ضاله، هو دابا المدير، المدير ديال المدرسات المصلى، هي هذاك المدير نعادة الله وعلى دين امك في هذه ليله الجمعه، ليله الجمعه الله الله يلقيها لك حلا زحلا، ليلة الجامعة الله يطيرك يا ذاك المدير ديال المدرسة المصلى. ادعوا معايا، ادعوا معايا الاخوان، ودابا نطرحوا على ولي، ليلة الجمعة نفرحوا والدنا على ربي، ليلة الجمعة. شوف هذا، هذا المدير، انا نقول هما اذا كنتوا تعرفوني انتم ذوك الفضاليين، ملعب البشير دابا باقي ملعب البشير، وقع لكم الكورة الاول مشات راه معليش. مدي هذا تشوف يعني هذا هذاك المدير، المدير ديال المدرسه ديال المصلى اللي كاين في مدينه فضاله والمدينه المحمديه، دخل الدري يقرا، دري صغير اينيسون دخلوا يقرا يا الكلب، لعنة الله وعلى دين امك من هذا المنبر. اسمع لي كلامي، يا الله دين امك اش بدير؟ لا ما عندي لا ولي نقرا ولا نمشي تقرا. نقول لك، نقول لك من هنايا يا الله ولا القحاب، بدو هذا، بدو هذا شي يصلح لكم من القحاب، تحقروا المغاربه، تحقروهم، تحقروهم، تحقروهم. هنا ممنوع تخرج الدري من القسم، ممنوع، ولا بغيت تخرجو خصك تخلي في الاداره وتعيد على مو تقول لي هل يجي ها ولدك دي معاك، معناها ماشي تخرجوا للزنقه. هذه راه جريمه، جريمه، دري صغير. والمغرب فيه الاغتصاب منتشر، منتشر اكثر من الكورونا. دابا الكورونا ما بقاش تاكل دابا، ولا الاغتصاب، الاغتصاب عين بين كوش ادروات، فهمتي؟ واحد السيد ولا سيدة كتبوا لي قال لي راه حنا كلنا مغتصبين عقليا ومعنويا وهذا وكل شيء، قال لك اغتصبونا، غير معلوم اغتصبونا، ما قراونا، ما شغلونا، ما داوونا، ما والو، هذا اكثر، هذا شيء، هذا الاغتصاب، هذا اكثر من الاغتصاب، فهمتي؟ هذا دابا دابا اي مغربي، هذا المغاربه كلهم دابا الدوله، الدوله الفاسده، هذا ولاد القحاب، هذا البرلماني ما يتكلموش على حقوق الانسان، ما يتكلموش على التعليم وعلى الشغل وعلى الصحه، كلهم ولاد القحاب. حيد لهم واحد جوج، ارجع دير لهم 5% ولاد القحاب، هذا البرلمانيين، ما بقاش 7%، ارجع دير لهم 5%، 5% هما النزهاء، فهمتي؟ هما الباقي كلشي ولاد القحا، ولاد العاهرات، ولاد الخرع، ولاد القادوس. الله يطيرني. ما كاينش طيارة تلعب، كاين طيارة، كاين طيارة غير داك اسمو، اسمو اسم داك رشيد الفيق، هو اللي عنده الطيارة، ما كيفاش تشد الطيارة وطلع بالخف. شتيها كيفاش هرب؟ دابا هرب باش يهلا، دابا غادي يخلي لك النفوذ، النفوذ ديالو حتى هو، حتى هو من ذاك الحزب، ما عرفتش من ذاك الحزب ديال المفيد، حزب، حزب فاسد ما عندناش. فهمتي كيفاش القضية؟ إيوا أنت تشوف عباد الله، خلاه خرج من المغرب،
لان تعرف دابا تمشي للكوميسيريه تقول سير جيب سيرتيفيكا ميديكال. اودي هذيك الله، اش من سيرتيفيكا ميديكال؟ انت هذيك الساعه عندك طبيب كل كوميسيريه خصو يكون فيها طبيب بيرمانون بيرمانون، فهمتي؟ تعيط ليه جي طاف ديك الساعه ما كاينش سيد سير سير السيد بالدم ديالو خصو يمشي لهذا، وكاين انسان ما عندوش فلوس على قبل الفلوس ما تيمشيش يدعي ما يمشيش يشكي، لان هذاك ولد القحبه البوليسي في الكونتوار تيقول له جيب سيرتيفيكا ميديكال، لانه القحبه دير من ضربه مع البولي مع الاطباء. اه انا نقول لك من ماشي هاد سيرتيفيكا ميديكال نحيدو ديال الماء نحيدوها، حتى البوليس نحيدو ديال الماء. اه ما عندنا ما نديرو بالبوليس، ايوا علاش البوليس اش ينفعنا؟ غنديرو بحال الميريكان نهزو السلاح ونخرجو كل واحد يحامي على دربو كيما كان بكري. اه سيبا ما عندناش، ايوا هادشي اللي وقع دابا في المغرب. البوليس ما يعملش خدمتو، البوليس تمشي عندو تبغي يبيع فيك ويشري. اه البوليس على لاكارت هو الاول، انت راك مضروب وجهك بهرس وتقول جيب لاكارت، ما عندكش لاكارت تقول سير جيب لاكارت، انت راك بهرس وهذا كريسه وداو لك فلوسك وداو لك لاكارت ناسيونال وتقول سير جيب سير جيب لاكارت. ثاني خصك تمشي تعمل دوزي انت وعينك من فوقها، خصك تمشي تصور ودير هذا دير شهاده الحياه تمشي هذا وتشوف المقدم يعمل لك سيرتيفيكا دو ريزيدونس. المقدم ما يعرفكش لان عينك كاع من فوقين، باش تصوب هذا وديها للكوميسير يقول لهم ها هو هذا عادي يصوبوا لك لاكارت ناسيونال وياخذوا من عندك هذيك زعما المحضر باش يبقى لك القحب سير جيب باش نديرو لك المحضر. المحضر علاش ما تكتبوش ولاد الحرام؟ ها المحضر ديرو غير بالماكينه باسمو بالتليفون، سجل ومن يكون عندك الوقت ملي تدخل البيرو حتى تسمع وبقى تكتب. ها واش هاد البساله هادي؟ هاد السيرتيفيكال هاد السيرتيفيكال ميديكال خصنا نحيدوه. وكاع دوك الطوم اي طبيب عمل شي سيرتيفيكال ميديكال ديال مو يتعاقب. اه واحد القحب لينا الريع ربي شحال من المليار تيضربو مهم ديكلاراش في الضرائب، وداك بو عشرين ولا بو حمرو ولا شنو يقولوا لي هذاك ديال الماليه والقحبه معاهم حتى هو. حتى يقول لك الخور يلقى كل شيء عائله وحده شي يستر على شي. هما المحامين تبعوا ولاد القحب المحامين شنو غير الهضره فهمتي. دابا مسجد يعني في المسجد ديال الزاويه ديال جماعه ملوسه ضواحي طنجه 45 عام في عمره هذا. خلاص تطوان ووادلو الحركه حزب الحركه الشعبيه مدينه تطوان. ايوا هادشي اللي كاين اخويا. دابا حنا قلنا لكم على المساجد خصنا نسدوهم، الدراري الصغار اقل من 15 عام ما يدخلش اذا ما كان مع بوه ولا مع عمو نهائيا. ملي ما يدخلوش من هنا هاد المساجد تتخلق لنا واحد هذا خطر فهمتي، خطر يعني ولا خطر دابا هذا. وكثر هذاك الشفار الكبير ديال التوفيق هذاك ديال اسم لي الاوقاف اش من الاوقاف تتقول ولا الاوقاف ديالك القحبه اللي خدم لي غير بيدافايل، ما كاينش بيدافايل ما تخدمش امام. العلماء اش من العلماء تطلعوا على الصواريخ اش من العلماء؟ العلماء باش تقولوا العلماء علاش يقولوا يخدموا نهار الجمعه؟ علاش ما يتكلموش على الوزارات وزاره الصحه ما يتكلموش على بحال هكا ويتكلموا على وزاره الصحه وزاره التعليم وزاره الشغل يتكلموا عليهم دي. قال لهم داك القحبه داك الوزير ديال الشغل داك الشلح اللي ما تيخلصش لاكي سوسيال، قال لهم حنا دخلنا السياسه باش مش على باش ندير الفلوس. باش دير الفيلات وتعمل بيغا كونت. كيفاش تدخل ديما تدخلش على الفلوس؟ الفلوس مابقاش ياكلوا دابا. دابا كلشي يتمشى الكترونيك عرفنا. قال لهم حنا ما دخلناش باش نديرو باش نولي اغنياء، دخلنا هنا باش القحبه تخدموا تنيكوا ما كاين نيك يودي الكلافيا ديال الجنس من الحوت. هو اليهودي قال اليهودي قال لهم قال لهم الا ما تحشموش نحرشوا عليكم داعش، وداعش فينا هي كاينه في طنجه كاينه داعش. طنجه هذوك هما هما داعش راه من بكري هما تيديروهم تيهددوا بهم. علاش هما نجحوا في الانتخابات؟ باش يسكتوهم دي راه هاد القحاب ويدخلوا ويديروا لك يخدموا مع البنكو في هذا البنك العالمي. هادي شي تستعملهم راه هما نيت داعش. داعش اسم العداله والتنميه، ما كاين لا عداله ولا تنميه، داعش هادوك قالوا راه والو ما تعرفوا غير النكاح والعنف تيقتلوه.
ايوا انت تشوف دابا قريب عندنا كاك عندنا حكم الاعدام. راه اش عندنا حكم الاعدام؟ ما كاين لا اعدام لا في عمك في عمك ما عدمتوش واحد. راه عدمتو هذوك عدموها هذوك راه ماشي عدمهم ما عدمهم افكار ديالهم الحكم ديال لا جنغل لقح بخوا بهم باش ما يتكلموش قتلهم ديك الساعه سير بلاص هذاك افكار قتل دوك الجماعه. وهذوك الجماعه غتصيدوا لقح بافكار هو الاول راه دار لهم النهار الاول خوا بهم دار لهم النهار الثاني خوا النهار الثالث نهار عقبي الحسن الثاني خرجت مو مثل الحسن الثاني خرجت وقمشات وعند في الدار جا عندهم الدار السخيرات جا من الملك هرب من الغابه ومشى لدارو لقح بقى افكار تبع دار راسو بحال ما في خبار والو بحال ما في خبار والو وقال الحسن الثاني في واحد الانترفيو قال قال لهم هذا انا كنت في الحمام وامي هودات وقمشات وقالت لي فرق لك ولدي ما عندهمش علاقه ما عندهمش شو تيقع بيا وبينو ما عرف وعاد موقع موقع ويديروا فيه خرجوا الحمار انا نقول لك انا نقول لك ما كاين والو ما عندنا كاين اعدام الاعدام اللي داروا العتاب اللي غادي يتكلم سكتوا حتى هو فهمتي بعد 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 هذه القضيه ديال اسمه ديال هذيك الشيء اللي وقع في مراكش والو حتى هي راه تما قلت لكم نهار الاول شي عام وزياده هذاك هذيك مراكش راه صعيبه كبر باي واحد راه في هذا الدخ داخل 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 تلحق عندهم ماشي في راه الا بقيت تقلب تقلب غتلحق تما فرنسا نقول لك انا نقول لك من هنايا مابقاش تقول لي راه فردوس حل القهوه يحل 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 اللي يبغى يحل حل قال لك هذه ديال البيبي المضر المضر البيبي هذيك عندك هذاك لو بون هذاك باش يحطوا الدري باش تبدل لي الكيلوت ما عندوش ديك ديال لاكارد ايوا المرض تمشي تغسل يديها بحال هكا وتخلي هذاك ودور ويطيح للارض تحت ما فوق لا موزيك ويتهرس ما داير ما دارهاش دار هذاك الشيء النيه كاينه ولكن ما عندهمش التقنيات باش يمشي يشريها مصوبه صوبه لي داك النجار اللي في راس الدرب صوبه لي ديال واحد البودري اللي محطر فيه الكواتشو من الفوق وهذه قال لها ديال البيبي ومعريه ما كاينش شي ريدو وتتصور دوز غادي بحال هكا تشوف المراه تتنقي الخرايا ديال الولده ايوا مش عارف يسترها يعمل واحد الريدو على الاقل يعمل واحد الريدو ولعب الباب عرفنا جا تحت الدروج ولكن راه كاين الباب كاين البيبان اللي يكونوا خاسين تحت الدروج دي يصوبوا وكيف داير وهاك فين يحطوا البيبي ما عندهاش فين باش البيبي دم ما يهوش الارض وما يديرش شي مرة شي مرة يطيح لها ولا تما تدعي لي فردوس وفردوس تلقاه ماشي ديالو غير حاطها تما حاطين وجه منين يقوم فردوس زعما كاين شنو الفردوس يا سيدي هو يجيب شو الكليان الدنيا ما كاين لا كليان لا والو اسد ديك القهوة فهمتي ولا غوم تاع النبي يبيع لك هذاك الحوت تما قدام قال لي قال لي قال لهم الشيف انترناسيونال راه تقوش من انترناسيونال بقيت قال لي حنايا حنا ما عارفينش الكوزي صغيرة كوزينة معليش في في لحقنا لحقنا مراكش يلاه صافي السلام عليكم السلام صافي هادشي اللي كاين فهمتي يا غير بقا نخربقوا غادي غندخلوا في السياسه فهمتي هذا هو الناس يهدوا فيا تيقول لي غادي يحطوا لك سميتك ولا لا يحطوا لي في اش من مطار محمد الخامس ولا الاخر ديال ديال مراكش اللي يحطوا لك سميتك ما حطاش لك القعده يا رب ها ما نياش ايوا هادشي اللي كيما ما كينعش ما كاينش علاش ما كاينش علاش تكلم والو صافي دابا الفساد 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 يوميا يوميا فهمتي راه تيشوفو بيهم تما في هاداك هاديك شوف تيفي ما كتيشوفو في عباد الله ما كاين لا عدالة والو 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 ما كاين لا حكم لا والو هادوك القدر عيانين باركين تما ودوك السماسري والقحاب ضرب الفلوس هادوك السماسري خصو يجمعوهم من قدام المحاكم جمعو هاد القحاب جمعوهم كلهم اش دير نعمة ما خدام ما فاك يو زيد سير فهمتي صافي لك عليكم كاميرا تتصورو كاين الكاميرا تضعف الوجه ملي تشوفو يوم دخل الكاميرا تشوف هاد الوجه تبارك على واحد النمرة طاف 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 وتخرج لك شحال من مرة هو هنايا الكاميرا تتعرف تتعرف داكشي لكن كاين واحد هنا تدير واحد واحد السيستم فيس ريكونايزين دي هاديك وحيدو دوك السمسار اللي يكون في اللي يكون تما بحال هكا راس لافوكا السمسار ولا القحبة هاديك ديما في عين السبع ولا القحبة باقي تيجي 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 مع الشول لا خص الشاهد 24 شهر يجي معاك القحبة سير بلاص هاديك راس لافوكا انا نقول لك انا كان في الطريق نعاد ديال امك وجيت نطلع حتى هي معاك تخوض فاك يو عطايا الله الله وراك وعاودك راك انسان ما تنساوش ليا الجماعه فرح والديكم على ربي فهمتي باش ربي يسمح لينا فهمتي
احنا ندير تاك واش دولو منين قالت لي منى داك اسمه قد لي اللي في البرازيل سامي دو برازيل قال لك سلم علينا سلم عليك خير ربع اخويا سلم عليك راه شفتو عاوتاني ما كيتسمع عباد الله وتيجبدوه تيجبدوه اللقحه تيجبدوه السيد السيد بوحدو ودي ريح تبغي يقسم مع راسو مع الكلبة مريضة نعسة ودي يبقى هو بوحدو هو البيرة يبقى يتكلم معاه والقلب يسبو فيه وتو تيعطيهم القلب القلب يعطيهم السبة على مسكين ولا تيحشمو السيد دارو في البرازيل ما فين فين جات البرازيل لا في كين بول هي هذيك هي هذيك البرازيل وتي تكلمو لغة بوحدهم تا ماشي بحال يتكلمو غير البرتقيزية قال اسمو ديال اوزوبيو خلي خلينا نبقى نتكلموا على الكره الثاني يلا اخوان عمل لكم ناقوس صافي يلا سير اخي المغربي اخي المسلم اخي المسلم راح مسلمين في ديال الجمعه ما تنساوش يا خويا دعموني وما تخليش القحاب اليوتيوب يقهروني يلا عاوني غنيو دعموني ما تخليوش اليوتيوب يقهروني معليش اخ المواطن ما تنساش تشارك في هذه القناه هذه وعمل لا كلوش وابوني سبسكرايب شير بارتاجي فرقوا بعضياتكم عمل لايك وعمل ديسلايك ولا كنتي ولا القحبه من اليوتيوب يلا سينيالي الله يعني يديلكم انا عارف دابا اي فيديو نخرجوا سينيالي انتم الاخوان صوتوا عليا انا نعطيكم الفلوس الرشوه ايوا نخدم الرشوه علينا المغربي كبر في الرشوه ملي في المغرب الرشوه انا غادي نعطي الرشوه اليوتيوب ها انتم اخوتي انتم ها الرشوه هاي انتي ها انت كل واحد هذا صوت عليا نعطي ورقه بحال هذه باش نترشح في الانتخابات لان غادي نترشح في الانتخابات عاوتاني لهنايا غادي نترشح لان اسمو الدستور ديال المعهد العالي الملكي تاع السكيريا المعهد الشريف العالي الملكي تاع السكيريا عندنا داكشي ديموقراسي خصني نكون مترشح كل عام مترشح كي نترشح هذا عندي هذا اسمو المراكي بروبوز وعندي الاخر اللي كيسمو لي نعس تنفيقو وتي سيكوندي يعني خصني واحد يبروبوزيني وواحد يسيكونديني وعاد نترشح وخصهم يسينيو تحت وعاد والانتخاب تيكون نزيه لان المروكي هو اللي مكلف بالاحصائي شكرا على الكلمه الاحصائيات حيت هو اللي تي 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 هو اللي تيحسب لان حنا ما عندناش داكشي ديال الحزاق ممنوع عندنا الحزاق ممنوع المروكي اللي بغا يحزق تيحل الباب يخرج ويحزق تي 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 يحزق بالصوت وتسمعوا الناس حنا هنا بالليل ما كاينش تسمع غير الفوكس هو اللي هو تيحزق تيخرج يكون حابس حاجه يخرج الجيران تيشعلوا الضوء والله الا مشكل اسمحوا لي ياك ما طولت بزاف طولت ما نطولش انا ما تنساوش اخويا تصوتوا عليا شجعونا الله يرحمكم شجعونا برا قلنا لكم راه الفيديوهات ديالي 4000 5000 في النهار ديال هذا ديال اسمو تمشيو ديال الفيو تيحيوا ما كاينش ما تحسبوش ليا مع اسمو المونيتيزاسيون تا لو تنتسنى دابا انا هذا الفيديو اللي خرج لكم هذا ديال العشيه رانا تنعاودو ثاني بنشوف في الحق تو غادي نسيفطو لكم عاود تاني لأن تيحبسو ليا دابا أنا خدامة مع الفيديو فهمتي جاب الله ما خدامش أنا معليش فهمتي بلاتي فينا هو هو أنتوما تشوف نشوف فين الحق صافي مزيان صافي قريب 21 دقيقة هو هذا كيما قلت لكم راه قلنا لكم درنا لكم من لكم الصفار هو الاول يور لاست اوردر ات ذا بار بليز يور لاست اوردر ايوا الجمعة نتي غادي
الناس يتسناو فيا غدا في الهول لندن نشوف شي مغاربه تما، ولكن مادام ما قالت لي ما تمشيش وتجيب لي معك كورونا. والله ما عرفتش واش نمشي ولا ما نمشيش، لان حنا نتعولوا على المراسلين ديالنا اللي كاينين في انحاء العالم، هما اللي تيسيتوا لنا النميمه. هذا شتي من حد عندنا القادة بالتليفون، حنا عندنا المراسلين ديالنا النميمه، ما كاين غير شوه ما خاسرين والو. ماشي قوي يعني ديال امهم مدي، انا نقول لك انا قال لي واحد انت مين؟ انا ما الضرب اذا واش باك نقول ممكن تعطيني خدمه راح تقول مع انه واش توقف فيا منين انايا؟ انا من هنايا. هاي شتي هاي اقرا بالعربيه اقراها شتي. ونبدا نقول الضرب اذا الناس الضرب اذا هذوك الدراري اللي تيقراو ميك كازابلانكا جريت اجان، خصنا نرجعوها للامجاد ديالها كازابلانكا، نرجعوها كما كان. راه الحيط نرسوه، ولا كونستيتيو اللي قرات توجد علينا الدري بدر حتى يعرف العربيه. ملي ماشي العربيه الطياره ولا ديك الجريده، لا ولا التلفزيون، لا العربيه اخرى اللي تكتبوا. هو هادشي اللي غادي نقول لكم. غادي نكمل الشراب ديالي وغادي نها. الله finish your drink and piss off. Ladies and gentlemen, it's a time to go home. لأن غدا الجمعة فني خصنا نكونو فايقين فين. هذاك المراكي اش اشرب؟ جي مع البيرة من البيسري ونديرو درنا ربحنا. اجي منين شديك البيرة؟ عطاها لك شكون؟ عطاها لك جون؟ شكون جون؟ ايوا ما تشربش لي انا في البال، الله يرحم باك. احترمني ولا غادي واش ندير معاه؟ هو من المخابرات، ما خصش ندي على البوليس. تمشي على البوليس يقول لي راه لا كارت ناسيونال. والله ما خليه بحال وصافي، خليه بال ندير غير بدا نهبش غير بيه ينبشوا عليا انا بشي نسيت. يلا سيدي يلا صافي يلا اجي اجي اجي. واش دير؟ بقى وقف يدير لك الناقوس باش نمشي بحالنا. راه الحكايه قرب نلحقوا 40، حنا ما بغيناش نلحقوا 40. صافي وصافي هذا. غنودعكم الى غد ان شاء الله بالنشرة الاقتصادية اليومية ديال الاقتصاد. يعني ونديرو حنا بحال هكا ديال الضرب إلا فين مقطرات شمش برد. قف 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 الله طيرني. هو نجاو نسلمو على الإخوان ديال هاديك الدولة اللي فيها هاداك ترامب. هذاك ترامب هو اللي يحكم ديك الدوله. شعل فيهم العافيه، شعل فيهم العافيه. قال لك واحد الذنوب المسلمين، راح تقاوش من الذنوب المسلمين. انتم ما عرفش بان كاين هذاك الطقس تبدل. قال لك شحال من هكتار تحرقت ديال العافيه، قد قد المغرب ديك الارض تحرقت. ايوا مساكين تا هما ضاربينهم بالعين، ضاربينهم بالعين. ايوا مساكين ضاربينهم بالعين. ما عندي ما ندير لهم، عندي ما ندير لهم. كانوا حنا كانوا قراب لينا نسيطروا لهم ديك الطياره ديال الماء اللي تيرشوا. لان عندنا داكشي زوين ديال المغرب، حنا ملي تشعل العافيه في اسبانيا ولا في البرتقيز تيطلعوا من الشمال، تيطلعوا يمشي يطفيو الماء ويجي. المغاربه راه فريد، غير هما حاكرين عليهم هاد القحاف، حاكرين عليهم السياسيين المريحين داك الفاكين البرلمان دايرين السيب. الله يعين على دينكم. يلا بسلام، راح تقابل صافي. طلعت لي الدم الكريم شي بحال هادي.